أهلا يا كابتن سلام، ازي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم. يعني ماذا تقول في دكتور خالد توحيد؟ مثلا بحيي الكباتن الكبار الموجودين في الاستديو، كابتن ريمه صمد، كابتن عبد الطايمه، كابتن تالت ماهر همام، كابتن ماهر همام، كابتن ماهر همام. طبعا كلهم ناس محترمين جدا، وانا سمعت طبعا بعض الاراء، انا بتفق معاهم في كل الكلام اللي قالوه. انا مش محتاج ان انا يعني اكرر الكلام، انما انا بقول يعني خالد توحيد عينه مختلفه جدا في وسط الصحافه الرياضيه. عنده مصداقيه وعنده شفافيه، ما عندوش مجاملات، ما بينافقش حد، يقول الحق ولو كان مر على اي حد بطريقه لبقه وجميله. انا يعني عاشرتك وهو صاحبي، وعاشرته وهو مقدم لبرنامج الدوري العام في قناه النادي الاهلي، ولمست قد ايه التزامه وانضباطه في حضور الحلقات بدري جدا، ويحضر لها بشكل جيد، ويحضر مع المحللين معاه من قبل الشوط ما يبتدي، يخدم عمله بشكل كويس، طور نفسه بشكل كويس جدا، خد دكتوراه في الاعلام. والحقيقه يعني من المثل الكبيره جدا والجيده جدا والمعبره في هذا الوسط الرياضي، اللي زي اي وسط في يعني قله من الناس المحترمين جدا اللي بيحترموا عملهم وجادين، ما عندوش مجاملات. المجاملات في مجاملات لطيفه في المقابلات، قابل فلان وكذا، لكن المجاملات على حساب العمل في تقرير رياضي، في الاشاده بدون داعي او في كذا كذا، انا اعتقد ان هو كان راجل كوركت 100%. انا تشرفت ان انا اعمل معاه في قناه النادي الاهلي، وكانت فتره سعيده جدا، وهو كان بيقدم البرنامج في، بعدين كان حتى عنده برضه يعني رؤيه جيده جدا في الاستوديو، بحيث ان هو يعني يخلق من المباراة أسئلة ممكن تكون غايبة على الناس كلها، مش الأسئلة النمطية والتقليدية وقول لنا رأيك إيه وكلام من هذا القبيل، لا، كان في يعني يتدخل تدخلات جميلة جدا في نقاط حساسة، سواء في تكتيكات اللعب أو في سلوكيات اللاعبين والمدربين، في انضباط الناس كلها، وكان يهتم بهذه النقطة، في أخلاقيات المهنة الصحفية أو المهنه للرياضيين اساسا، يعني واخلاقياتهم في الملعب. الحقيقه انا يعني حزين انه يعني الوسط الرياضي فقد، لكن دي سنه الحياه. بسال ربي سبحانه وتعالى ان هو يسكنه في سيح جناته، وان ربنا سبحانه وتعالى يعني يعطيه جزاء ما عمل في الرياضه في مصر، سواء في مجال الصحافه، مصايب مثلا في مجال الاداره في قناه النادي الاهلي، أو في حياته أو ممارساته اللي كان مثل مقتدى به بكثير من الصحفيين الصغار، اللي ممكن يقتدوا بما قدمه بشكل رائع جدا. بدعو له في كل وقت، يعني دايما هو طبعا الحياة ملهاش وقت، ممكن تنتهي في أي لحظة. وهو يعني أنا بس بتدارك إن هو يعني قبض في فترة كان في المسجد وكان يصلي، وشيء رائع جدا يعني تحصل حاجة بهذا الشكل. طبعا احنا بنقول احنا بنعزي انفسنا، لكن في نفس الوقت عيان بتعزي واحد، ولكن ايضا بتبارك له حسن الخاتمة. مظبوط، حسن الخاتمة اللي كلنا محتاجينها، وهو ربنا سبحانه وتعالى افتكر في حسن الخاتمة بشكل رائع جدا. انا بنعي اسرته جميعا، واتمنى لهم الصبر والسلوان، وبسأل ربي سبحانه تخلق الجنة جزاء ما عمل، وأوفى أجاب كل الأعمال اللي عملها، وربنا يجزي عن كل الناس خير الجزاء بإذن الله تعالى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بسأل ربي سبحانه وتعالى لأهل السلوان والصبر، وربنا سبحانه وتعالى يعوضهم خيرا إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك جدا يا دكتور طه، شكرا جزيلا يا دكتور طه إسماعيل. برضه كابتن عادل، كابتن ابراهيم، كابتن ماهر، يعني تلقيتوا الخبر ازاي؟ يعني حضرتك عرفت متاخر تقريبا الساعه 2، يعني تلقيت الخبر ازاي؟